سلطه الكينوه والسلق، عندي كينوه ملونه مسلوقه، عندي حزمه سلق هنفرمه دلوقتي مع بعض، عندي بطاطس ويدجز بالقشر بتاعها. حبايبي كتر خيرهم عملوا لنا الخطوه بتاعه الشاوي، انا كنت ناويه اوريها لكم بس معلش المره الجايه. بنجيب البطاطس بقشرها بنغسلها كويس جدا جدا، وبعدين بنقطعها وبقشرتها بنحط عليها زيت زيتون ملح وفلفل وندخلها الفرن. ممكن نضيف طبعا شويه زعتر، شويه ثوم بودره، شويه بصل بودره، شويه بابريكا، مفيش مشكله، شويه كاري مفيش مشكله برضو، لوز شرايح، ثوم صحيح، للدريسنج عندي زيت زيتون، عصير ليمون، خل التفاح، ملح وفلفل، وشطه مجروشه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله. سخنا الووك واحنا بنتكلم كده مع بعض. هناخد معلقه من زيت الزيتون، حطينا هنا زيت زيتون، سلق، ثوم، ملح، فلفل اسود، رشه شطه مجروشه كده خفيفه قوي مش كتير يعني، وبعدين هنا انا مش عايزاه يسود، انا بس عايزاه يشم ريحه النار، بيدي ريحه حلوه قوي قوي. هنا بقى زيت زيتون، خل، عصير ليمون، ملح، فلفل اسود، مقلب كده، نقطة شطة، النقطة دي طبعا حاجة مشهورة جدا، مش عارفة ما كنتش اعرف ان هي حاجة مميزة يعني، وما فيش حد بيقول نقطة غيري، بس يعني هي انا بسميها نقطة يعني حاجة صغننة قوي. وبعدين شوية كينوا، مش عارفة جبتها منين الصراحة، وشوية لوز ني جوه غير المحمص اللي هنحطه على الوش كده. بقى عندنا كينوا متبله حلوه قوي، هاخد لها بقى طبق احطها فيه، كده هنا، وبعدين اقوم واخده السلق مع الثوم مع الشطه والملح والفلفل، انزل عليهم اللوز الشرايح، ونوسع كده عشان السلق يبقى باين يعني على الحروف كده، وبعدين اقوم جايبه البطاطس المشويه واقوم حطاها كده. ودي كمان يا جماعه وجبه متكامله، عندنا بواقي من اللحمه او الفراخ، عندنا علبه تونه، تقدروا تفتحوها على الوجبه الوصفه دي وتبقى وجبه متكامله مش محتاجه اي حاجه جنبها اهو. ورشه من الشطه خفيفه قوي كده للون، وخلاص سلطة لطيفة ومغذية وهتعجبكم جدا جدا.